خوتي خوتاتي، ها واحد، السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين. كنتمنى كاملين بيكم تكونوا بخير وعلى خير. بزاف الناس دخلوني مؤخرا ودخلوا للشريك العقل ديالنا، كيبقى فيهم الحال على حسب لابارتمون اللي تبعتنا مبانا. هاد لابارتمون راه جات تقريبا في نفس الموقع ديال لابارتمون اللي كانت عندنا هنايا، مساحة كبيرة، إطلالة غزالة وثلاثة الواجهات. هاد لابارتمون هادي راها جوج الواجهات، تراسة كبيرة كما كتبغي، والموقع غزال ورائع. يا سلام، هاد لابارتمون هادي فيها 161 متر، ثلاثة بيوتات النعاس، صالون، جوج الحمامات، الكوزينة، والتراسة الكبيرة على جوج ديال الواجهات. هاد لابارتمون فين جات؟ هاد لابارتمون راها جات طريق ديال بوبانا، يعني ما بين المجاهدين وبوبانا. شنو قريب لكم هنايا؟ قريب لكم ديزابارتمون ديال عباقيل، قريب لكم قواسم، قريب لكم طريق ديال بوبانا، قريب لكم سوكو التو، اذا طبيعة الحال غتكون قريبة لكم رميلات، وقريب لكم بزاف ديال المرافق العمومية والخصوصية، يعني المدارس العمومية والخصوصية يمشيو ليهم وليداتكم غير على رجليهم. دابا غادي ندخلو باش نشوفو الصالة ديال هاد الشقة اللي كيف ما قلت لكم فيها 161 متر. هنايا هذه هي الدخلة ديال الباب، نسيت غير نفكرتكم في الايطاج. هاد لابارتمون راه في الطابق الثامن، وكاين جوج ديال المصاعد، جوج ديال لي زاسانسور. بالنسبه للكولوار، هو اختار انه يزوقوا هاد الزواقه هادي مع الدخله. الكولوار اذا لاحظتوا راه واسع وكبير، تقدر تيكون فيه قنصوره صوابط المرايه ديالو. وهاد لابارتمون جات الكولوار، اين فوا كتدخل كتلقى هاد الديكور وهاد المرايه مع الدخله ديال الباب. هو اختار انه يعمل هاد الديكور هذا ديال الخشب، ديكور غزال بالمجر ديالو، وحتى الجهه ديال السقف حتى هو اختار انه يكمله بالخشب، ودار غير لي سبوت الدخله ديال لابارتمون. هاد لابارتمون راه مقسومه على جوج ديال الاتجاهات. الاتجاه الاول اللي فيه بيوتات النعاس وجوج الحمامات، وعاد الاتجاه الثاني اللي كنا فيه اللي فيه الصالون والكوزينه والتراسة اللي دخل فيها العديد من الإصلاحات. كي ندخلو الاتجاه الأول أو الثاني، يلا نمشيو الاتجاه ديال الصالون، أو نخليو التراسة هي الأخرى. يلا نمشيو بيوت النعاس ونخليو التراسة هي الأخرى. هنا كاين الكولوار اللي كيجمع ثلاثة بيوت النعاس، جوج ديال الحمامات، و حتى هما عندهم لاكسي الاتجاه من الوجهة الثانية والتراسة. كما كتشوفوا الكولوار راه واسع وكبير، اختار انه يعملو كامل بهاد لي سبوت هادو، لي سبوت اللي غزالين رائعين، وعطى جماليه للكولوار ديالنا. دابا غادي نرجعو باش نشوفو الحمام الخاص بهاد لابارتمون هادي. الحمام الاولاني المساحه ديالو هي هادي، كيف ما كتشوفو راه فيه الدوشه بالالومنيوم ازاج، دوش ايطاليان خاص به. هذا مول لابارتمون هو اللي عمل هاد الدوشه هادي، والمساحه ديال هاد الدوش وطواليت التخبيز كما كتشوفوا راها كبيرة وكافية للاستغلال، وباقي عندنا حمام كبر من هذا. الزليج لا من نوعية الرخام لا من نوعية ديال لي ماتريال اللي عاملين هنايا في الحمام، كاملين من بخوميييغ مارك، يعني ماتريال والكاليتي بخوميييغ كاليتي. صراحة الله كل شيء بلاصة ديالو. كما كتشوفوا راه كاين طاقة هوية، راه شفتوها مع الدخلة. ودابا غادي نمشيو باش نشوفوا الغرفة الأولى اللي كاينة هاد لابارتمون اللي كيف ما قلت لكم 161 متر، جات قريبة طريق بوبانا، فيها 161 متر في الطابق الثامن، وفيها جوج ديال المصاعد، جوج ديال الاسانسور. بالنسبة للغرفة الأولى، المساحة ديالها هي هادي، كيف ما كتشوفوا اختار أنه يعمل الغرفة ديال الولد ديالو. غرفة اللي كبيرة، هازة كاما ديال شخص واحد كبيرة، وباقي لاسباس ديال جوج الكوفيتاس، وعاد عندها الماريو ديال الحيط. من وراه كيجي لي سباس خاوي، بالحق هو اللي عمل هاد البلاكار هذا ديال الخشب، ودار ليه لي زيتاجير ديالو. والبيت كامل راه فيه الباركي ديال الخشب في الارض، يعني راه البيوت كامل اذا لاحظتوا غادي تلاحظوا معايا انهم فيهم لي باركي. اختار انه يعمل هاد اللون هذا ديال الياقوت، هاد اللون هذا كري، وحتى القبص راه اختار انه يعطيه التام ديال الوليدات الذكوره. مشطو هاد الالوان هادو بالثرية ديال ثلاثة ديال البومبيات. وهاد الغرفة هادي راها كتخرج للتراسة، وبالحق ما غاديش نخرجو التراسة من هنا، باقي عندها لاكسي تاني
والثالث اللي باقي غادي تشوفوه معايا، ابارتمون كبيره واسعه مصلوحه، موقع رائع يا سلام، واهم حاجه انها مفرشه، حتى اذا بغيتي تاخذوها بالفرش او لا اذا بغيتي تديوها خاويه. وبالحق اذا ديتوها خاويه راه غتاخد الصالون معاها كادو، اللي من بعد غادي نمشيو وغادي نشوفوه. الغرفه الثانيه ديالنا حتى هي غرفه كبيره، المساحه ديال هذه الغرفه راه بحالها بحال الغرفه الاولى، اذا لاحظتوها هي هزه جوج ديال لي كامار سيباري بالكوكيتات ديالهم عاد البيرو، يعني مصلوحه معوده بالاصلاح، فيها هاد النوعيه هذه ديال القبص بالثريه او لي سبوت ديالو، هذه على ما لاحظت انها خاصه بالبنيتات الصغار على حسب الديكورات اللي دار وعلى حسب الزواق اللي دار لهنايا. وحتى هي راه فيها الماريو ديال جوج ديال البيبان، حتى هو راه مضر اللي دارو، وحتى هي كامله من الباركي ديال الخشب باش هكا كيهز البروده على حساب الوليدات الصغار. وهنايا اختار انه يعمل هذا الديكور هذا ديال المرايه بالطابوغي ديالو، يعني بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو ياخذوها بالفراش. اذا كان عندكم ثلاثه الوليدات او ما عندكم ثلاثه ديال الكامات واجدين، يعني غير جيب الصاك ديالك واجي مرحبا بك تكون في طنجه. وحتى هاد الغرفه حتى هي راه عندها لاكسي للتراسه، والحق ما غاديش ندخلوا ليها من هنا. يلا دابا نشوفوا الشومبغ الكبيره، الشومبغ ديال لي بارون اللي خصنا نتهلاو فيهم، الشومبغ اللي فيها الحمام ديالها خاص، وعاد كاينه المطاع ديال الكامار. غادي ندخلوا دابا مباشره باش نشوفوا الحمام الخاص بهاد الغرفه هذه، اللي كيف ما قلت لكم هذا راه حمام كبر من حمام اخر اللي شفنا في الاول. المساحه ديالو كبيره، تقدروا مثلا نتوما تقسموه تزيدوا فيه مقطع ديال الماكينه ديال التصبيغ، وعاد هنايا كاين المقطع ديال الدوتشه اللي حتى هي بالباب ديال الزاج، اللي كيف ما كتلاحظوا حمام مصلوح كامل فيه هذه النوعيه هذه، هنايا نوعيه الزليج قوي، وعاد هنايا عامل ليه الزليج اللي غير في الباج، وتا هو كامل بهذه النوعيه هذه ديال الزليج في الارض و لا بارتي ديال الحيط لي اون فاس الباب، حمام اللي كبير ديال لي فارون كيف ما قلت لكم. وعاد هذا البيت هذا راه فيه هذا بوحديته راه ابارتمون، فيه الحمام ديالو، فيه هنايا عامل ليه الدريسين ديالو، يعني عامل واحد لا بارتي اللي عامل فيها الماريو، باب لي زيتاجيغ ديالو حتى هو كوليس، وعاد عامل فيه هاد النوعيه هذه ديال الخشب وشابر جوج ديال الاتجاهات، يعني اللي اون فاس واللي على الشمال. وهنايا اختار انه يعمل المرايه بالطابوغي ديالها على حساب الدريسين، يعني ضروري خاصها تكون واحد المرايه هنايا، وهذا كيطل على الواجهه اخرى الثانيه، وعاد كاينه هاد الواجهات نقدروا نعتبروا هذه الواجهه الثالثه، هاد الواجهه الصغيره تقدروا نعتبروها الواجهه الثالثه. وعاد عندك الواجهه الثانيه من هنا اللي كيطلع عليها لابارتي الاولى تراس وجوج ديال بيوت النعاس، وهاد البيت راه ما داخلش في الطراسه، هاد البيت هذا كيفما شفتوا راه كبير وواسع تبارك الله، الكاما ديال جوج الناس بالكوكيتات ديالها، وعاد لا كوموند اختار انه يديرها عاليه على الارض، ماشي دوك لي كوموند اللي كيجيو لاصقين في الارض، واختار انه يعمل موطع ديال التلفازه حتى هو من الخشب. وهاد الغرفه هذه راه فيها هاد النوعيه هذه ديال القبص سقف كامل، خسر انه يعمل ليها الديزاين هذا، يعني كل غرفه عمل ليها ديزاين بشكل ديال شكل مبدل على الغرفه اللي قبل منها. وهاد الغرفه هذه راه عندها البالكون الخاص بها، يعني كيف ما قلت لكم كاينه التراسه اللي باقي غادي نخرج بها، بحق هذه ما دخلش في التراسه، هذه راه بالكون البيت النعاس اللي تبارك الله واسع كبير، ابارتمون مصلوحه قريبه لطريق بوبانه، قريبه لسوكو التو، قريبه لرميلات، قريبه من اتجاه اخر رون بوان في الاطلس، قريبه لفافلوري، قريبه لهاد المرافق كامله، والثمن ديالها جد جد رائع باغابوغ هاد الكم الهائل ديال الاصلاحات اللي دخل فيها مولاها. وعاد كيخلي لكم الصالون كادو، عاجي تشوفوا معايا الصالون اللي غادي يبقى لكم اذا خديتو هاد ابارتمون خاويه. بغيتو تاخدوها بالفراش كامل راه ممكن انها تتباع بالفراش كامل ديالها. هنا في هذا الحيط هذا راه اختار انه يعمل حتى هو الياقوتة، واختار انه يزوقو هاد الساعة ديال الحائط اللي غزالة صراحة لو كتعطي ديكور ومنظر مزيون. اجيو تشوفو الكادو ديالكم اللي غادي تاخدوه اذا خديتو هاد لابارتمون. الصالون ديالنا هو هذا،
يعني هذا الصبغ خديته لابارتمون خاوية ولا مفرشة، هاد التفريشة هادي راه غادي تبقى ليكم في لابارتمون ديالكم. اختار انه يفرشها بسدادر ديال والكتارة ديال النحاس باللون دوري كيف ما شفتو النحاسي، يعني من اخر ما كاين هو هاد الشكل هذا ديال الكتارة. وحتى الطلميطه راه باقي ما جلسش فيها نهائيا من نوعية هاد النوعية هادي ديال الطلميطه، يعني مزوق بهاد الكوانات وهاد الطبلات اللي باللون الذهبي عطاهم جمالية رائعة وغزالة. وعاد هنا راه اختار انه يعمل طبلة ديال التلفازة من الخشب، يعني كاين موطا كنتعملو التلفازة، كاين موطا كنتعملو الديكورات على حسب نتوما والاختيار ديالكم. اما السقف يا سلام، حتى هو ذوقه بهاد النوعية هادي ديال القطف، حتى هي باللون الذهبي بالثرية ديالها غزالة بلي سبوت ديالها، شي حاجة دو لوكس. وكيف ما شفتو راه الصالون تبارك الله راه ضاوي، حيت فيه جوج ديال الواجهات، وعاد عنده لاكليم ديالو الخاصة به اللي عاملها مول ابارتمون عاملها هنايا في الصالون. من بعد ما شفنا الصالون ديالنا والتفريشة اللي غادي تبقى في الصالون كادو اللي غادي ياخدها الشاري جديد ان شاء الله، دابا غادي نمشيو باش نشوفو الكوزينة والطراسة اللي كيف ما قلت لكم دار فيها حتى هي اصلاحات رائعة وغزالة. الكوزينة ديالنا اللي حتى هي كتطلع على واحد المنظر غزال، المساحة ديالها كبيرة ورائعة يا سلام، يعني كوزينة اللي زاد صلحها ودخل ليها المساحة ديال الطراس راه دخلها في وسط الكوزينة. كوزينة اللي بيان ايكيبي اللي بغيتي غادي تلقى فيها، خصوصا اذا خديتوها بالفراش. راه باقي عندكم هاد لابارتي هادي اذا بغيتو تعملو كونجيلاتور تعملو شي طبيله هنايا، يعني هاد لابارتي راه كيفما شفتو كبيره مع الدخله. وعاد الكوزينه ديالنا فيها كلشي، فيها الماكينه ديال الطبين ديالها، فيها الفران، وعاد اختار انه يعمل جهه ديال الطياب من اتجاه الاخر، عمل لورنيه فين كاين البوطه مع الفران ولاهوط. وعاد اختار انه يخلي هاد الرخام من النوعية الممتازة، خلاه هنايا وهنايا، راه كان حيط، هذا راه ما كانش هكا طاقة، كان حيط وعاد كانت الطراسة. اختار انه يعني يفتح هذه الطاقة هذه على الطراسة اللي كما قلت لكم راها مصلوحة كاملة. الكوزينة اللي المساحة ديالها معتبرة، حتى السرير اختار انه يذوقها هذه النوعية هذه ديال الخشب، فكرة ذكية وفكرة ممتازة وعطا الجمالية للكوزينة ديالنا. ودابا غادي نخرجوا مباشرة باش نشوفوا الطراسة ديالنا، الإصلاحات اللي دخل فيها وشنو زاد هنايا. هنايا مع الدخلة ديال الطراسة غادي تلقاو بأنه زادنا شومبغ رابعة، زادنا سيجور، يعني باش هكا الماكلة اللي غادي تطيب في الكوزينة يجلسوا هنايا ياكلوها، باش كتبقى ليكم فغيمون الصالون نقية، وكيبقاو ثلاثة البيوت تاع النعاس، كيبقاو فغيمون ثلاثة ديال البيوت تاع النعاس. هنايا كيف ما شفتو لابارتي الاولى ديال التراسة، اختار انه يعمل ليها هاد التفريشة هادي بالكنابي بالطبلة ديالها، تفريشة دايرة سو فورم دو ال، التفريشة ديالها بالكنابي ومخديات ديالها. وعاد اختار انه يعمل اسباس ديال التلفازة، يعني اللي غادي يبغي ياكل هنايا يتفرج هنايا، المهم هذا يكون الموطع ديال الكلاس. اما بالنسبة للسقف راه اختار انه كامل يعمل السقف ديال الخشب، وراه كامل مزفس من الفوق، يعني ما تخافوش من الشتاء نهائيا. غتستافدوا من لابارتي تيراس، غتستافدوا من الشميسه، وغادي تدخلكم الشميسه والاضاءه. وهنايا راه اختار انه يعمل طابلا مونجي ديال سر الكراسه، حتى اذا ما كراسكمش سيجو راه كاينه طابلا مونجي هنايا. ودار هاد الاسباس هذا خلاه مع الكوزينه، ودار الباب الثاني هنايا باش اذا بغيتوا تسدوا الباب وتخليوا هاد لابارتي تيراس خاصه بالكوزينه كيمكن لكم. والتراسة كتبقى هنايا كبيرة واسعة تبارك الله، دار لكم الموطع ديال الشوا هنايا. من بعد غادي نوريه لكم حتى إذا بغيتو على حساب العيد الكبير، يعني ضروري خصتكم أي تراسة صراحة الله. وهنايا كتبقى الكمالة ديال التراسة اللي عندها لاكسي ديال البيت نعاس الأولاني والبيت نعاس الثاني، تراسة اللي كبيرة تبارك الله وجوج الواجهات هنايا كطلع على وسط المجمع، يعني الريزيدونس اللي هو فيرمي، والاتجاه الاخر كيبان لكم طنجة كاملة، يعني ابارتمون مصلوحة معاودة بالاصلاح. بارتي تراس كاينة، بارتي سيجور كاينة، ثلاثة د لي شومب، الصالون، يعني اللي حليتو عليها فمكم
غادي تلقاوها في هاد لابارتمون هادي اللي كيف ما قلت لكم فيها 161 متر، كتباع يا اما بالفراش يا اما خاويه، وجات في الايطاج الثامن، والعماره فيها جوج ديال لي زاسانسور، جوج ديال المصاعد، وعاد كاينين العساسه اجون سيكوريتي ديال النهار وديال الليل، لي كاميرا سيرفيونس في المجمع كامل، يعني كتاخدو شي حاجه سيكوريزي محترمه وغير ديال العائله، وابارتمون اللي معاوده بالاصلاح كامله. هاد الابارتمون هادي اللي كيف ما قلت لكم جات قريبه طريق بوبانا. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هاد الموقع هذا، واخا هو راه غني عن التعريف، راه جا قريب لرون بوان ريال اطلس، قريب لفافلوري، قريب لكم السوكو التو، قريب لرميلات، وقريب بزاف ديال المرافق السياحيه والعموميه اللي كاينين هنايا في طنجه. هاد لابارتمون فيها 161 متر في الطابق الثامن، وعندكم جوج ديال لي زاسانسور ماشي واحد. هاد لابارتمون كتباع يا اما خاويه يا اما بالفراش، والثمن ديالها خاويه هو 144 مليون سنتيم فقط، وهذا الثمن كيبقى داخل فيه هاد الصالون هذا كادو، يعني كادو للشاري الجديد. والثمن ديالها بالفراش عفوا هو 150 مليون سنتيم. ايوا كيف جاتكم 161 متر، 150 مليون بالفراش كامل اللي شفتوه معانا. حتى اذا بغيتو تفرشوا على حساب الذوق ديالكم، كيبقى لكم هاد الصالون كادو على قول الله كبار، وكتبقى لكم لابارتمون بكادو كيدخل معاها في الدار. اذا عجبتكم سهله تواصلوا معنا في هذا الرقم اللي على الشاشه، عطيونا هاد الريفيرونس اللي كاين على الشاشه باش نعرفكم بغيتو تجيو وتشوفوا هاد الشقه هذه. نتوما غير تواصلوا معنا وان شاء الله غيكون غير خير. خوتي وخواتاتي، الله يسهل عليكم كامل.